مساكم الله بالخير. فيروس جديد يهدد البشرية، فيروس قاتل يسبب وسبب وسبب، هو فيروس الكورونا. هذا اللي بنعرف عنه أكثر وأكثر في هذه الحلقة، ويانا إن شاء الله بكلام دكاترة. مساء الخير دكتور نور. مساء النور. اليوم بتكلم شوية عن فيروس الكورونا. فيروس الكورونا سبب أزمة حول العالم، هل هو فيروس مميت ولا حالة حال الإنفلونزا؟ في هالحلقة راح نعرف الكثير من المعلومات عن الكورونا. صحيح طبعا دكتورة نور، الحديث يعني حديث الساعة الحين، خلينا نقول الأخبار العالمية والمحلية كلها تتكلم عن الفيروس اللي منتشر حاليا، فيروس الكورونا. طبعا أهلنا كلهم وعلي عليهم ما بقت واتسابات، أخبار، صور بالإنستغرام. فخلونا نتعرف في هذه الحلقة شنو سالفة موضوع فيروس الكورونا. التهاب رئوي حاد، سكوت، صمت، بك، هذا اللي قاعد يسوي الكورونا. راح نتعرف اكثر واكثر عن الكورونا، خليكم معانا. اليوم في كلام دكاترة الدكتورة سارة القبندي رئيس مختبرات الصحة العامة. تفشى فيروس كورونا الجديد في الصين، وظهور نوع جديد من هذا الفيروس وسموه بعدة مسميات نسبة للوقت والمكان اللي بدأ يتفشى فيه في الصين، مثل فيروس كورونا الجديد أو فيروس كورونا ووهان أو فيروس ذات الرئة الصينية. سجلت التقارير الأولية لبدء انتشاره في منتصف شهر ديسمبر من عام 2019، وما زالت الحالات المسجلة بالإصابة في ارتفاع متسارع مع بداية عام 2020، فقد تسبب بمرض مئات الأشخاص في الصين، وأصاب الفيروس الجديد 846 شخص، وتسبب بوفاة نسبة كبيرة حتى الآن وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية. حالات الإصابة الأولى بفيروس كورونا الجديد تعود إلى مدينة ووهان الصينية التي يعيش فيها أكثر من 10 مليون نسمة، وتم تسجيل 11 إصابة خارج الصين في 6 دول أخرى، منها اليابان وكوريا وتايلاند وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية، لأشخاص عادوا من سفرة حديثة إلى مدينة ووهان الصينية. تضم عائلة فيروسات كورونا 7 أنواع من الفيروسات المختلفة اللي يمكن أن تصيب الإنسان. 4 منها وهي الأكثر شيوعاً تسبب عدوى الزكام أو نزلات البرد، إضافة إلى النوعين الخطيرين المسببين لعدوى خطيرة في الجهاز التنفسي والرئتين، والمعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. ويعد فيروس كورونا ووهان النوع الجديد 7 والذي تمت إضافته مؤخراً لقائمة فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب الإنسان. والحين في أول مقابلة مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم دكتورة سارة القبندي رئيس مختبرات الصحة العامة. شلونك اليوم دكتورة؟ هلا والله، شلونكم؟ عساكم خير؟ والله الحمد لله، بس شوي خايفين، وإحنا نبي نتطمن ونبي نطمن المشاهدين. ما قمت أتمشى إلا بماسك أنا دكتورة نور. والله شو سالفة الكورونا دكتورة؟ إحنا كذي عن الفيروسات دائما نحب التطوير والتجديد، بس إن شاء الله الأمور كلها طيبة وخير إن شاء الله تعالى. قولي لنا أكثر عن فيروس الكورونا، هو ليش كذي تطور؟ هو فيروس الكورونا يندرج من تحت عائلة الكورونا، نسميها، خلينا نتكلم بصورة مبسطة للمشاهدين. عائلة الكورونا تندرج تحتها عدة فيروسات، منها فيروس السارس اللي بدأ كان نذكره من زمان. صحيح. بدأ وانتهى الحمد لله، الحقبة انتهت وصار على خلوة من هذا الفيروس. بعدين نتذكر ب 2013 اندرج عندنا فيروس الميرس كوفي، اللي هو انتشر بالسعودية. انتشر بدأ بالسعودية فعلا. صحيح. انزين، انتشر بالسعودية والحين الحمد لله تم السيطرة عليه تقريبا، وحالات جدا فردية لأن معظم الناس اكتسبوا مناعة منه. ظهر لنا الحين في الصين فيروس اللي هو الكورونا، اللي نسميه 2019 نوفل كورونا فيروس، أو النوفل معنى شيء جديد ظاهر على الساحة. يصيب البشر
موجودين، انتشر بدا في الانيمال ماركت اللي هو سوق الحيوانات في منطقه ووهان. في البدايه بدا، ولكن بعدين لاحقا اكتشفوا انه في سوق الحيوانات او الانيمال ماركت بالسيفود اكزاكتلي بالاكلات البحريه يقام ينتشر هذا الفيروس مع البشر اللي يتعاملون مع هذا النوع من الحيوانات. شيء مخيف هو صراحه، لان يعني احنا ما نبي هذا الانتشار يصير في اي دوله ثانيه بعد، لان خاصه يعني اللحوم والاسماك وهالامور، يعني هل تعتقدين ان هذا الشيء ممكن يصير عندنا مثلا في سوق السمك او شيء كذي؟ احنا لحد الان بالكويت خاليه من هذا المرض، الحمد لله لا يوجد عندنا اي حاله. الموضوع اللي ابي اقوله ان هذا الفيروس جديد، للحين احنا ما نعرف طرق انتشاره، ولكن لاحظوا انه ممكن ينتشر بين البشر، لان في حالات وجدت فيها هذا الفيروس وكان ليس له علاقه مع الحيوانات. فلحد الان اكتشفوا انه ممكن ينتقل بين البشر، ولكن الى الان لم يعطى صوره كامله عن طريقه الانتشار لهذا الفيروس. اتوقع مع الايام القادمه راح نعرف ان شاء الله باذن الله تعالى. انا في سؤال يمكن قمز على بالي، السؤال هذا غريب نوعا ما. زين، هو انتشر بالصين، واحنا شعب معروف يحب الاكل ونحب نروح المطاعم الصينيه ونروح نحب المطاعم مالت الجابانيز فود وغيره. الاكلات الرو دكتوره نبتعد عنها في الفتره الحاليه، خاصه اذا كانت مستورده؟ هو الحين حاليا بالكويت ما في خاليه، ولكن انا دائما اقول للناس الحذر والوقايه خير من العلاج. حلوين. فكل ما الانسان احتاط من هذه الامور كان افضل لنا لصحته، خاصه الحين احنا ما نعرف الطرق الانتشار لهذا المرض، ولا نعرف شلون ينتقل، ولا شلون ينتقل من شخص لشخص. فدائما اخذ الحيطه والحذر يفيدنا احنا. يعني ما ياكل سوشي؟ لا ما نقدر نقول اكل سوشي لحلى الحين ما انت ما زين. وبالنسبه حق الباكجينج، الحين في ناس ياخذون مثلا يطلبون من برا وتجيلهم اوردرات وهالامور، يعني ملابس أجهزة من الصين، صحيح؟ فيمتنعون عن طلب هذه الأمور ولا لا؟ إلى الآن منظمة الصحة العالمية ما نشرت تحذير بأن نوقف تصدير الشحنات الغذائية ولا وقف تصدير هذه الشحنات من الصين، لم يصدر أمر بهذا الموضوع. ولكن أرجع أقول الحيطه والحذر، ما اهميه استيراد هذه الامور في هذه الفتره. مو بالضروره تطلب من هالابلكيشن بهالفتره، خلاص يبقى حول موقع ثاني. تروح سوق الكويت، احلى سوق الكويت ما في. ماكو على قولتك دكتوره. اي الموضوع الاخر دكتوره، ان الفيروس هذا انزين يسبب حالات او شفنا خلينا نقول حالات من الموت المفاجئ، وهذا شيء مخيف. الشيء هذا ما شفناه الا على منصات التواصل الاجتماعي. مدى صحه هذه الامور؟ يقول لك التهاب رئه وحاد، كافينج، سعال، ما ادري شنو، فجاه طاح انتقل الى رحمه الله. صحيح. انا في البدايه احب انوه لاعزائي المشاهدين ان دائما ناخذ المعلومه من وين، من مصدرها الرسمي، من الدكاتره، المصدر الرئيسي من الدكاتره. من الدكاتره. ليش؟ لان دائما المعلومه من المصدر الرئيسي تكون صحيحه. في ساعات فيديوهات تلفق، في فيديوهات تلعب فيها، في المصادر غير رسميه. طبعا انا من مبدا الشفافيه راح اقول الفيروس نعم يسبب اعراض تنفسيه ابتداء بسعال، ابتداء بحرارة، وانتهاءا بالتهاب رئوي شديد يسبب الموت أحيانا. ما راح ننكر هذا الموضوع، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت في حالات الوفاة من هذا الفيروس، وأعلنت الحالات المرضية في هذا الفيروس. فإحنا دائما نقول أن اخذوا المعلومة من مصدرها الرسمي، وهي مصدر الأساسي من منظمة الصحة العالمية. من وين؟ هاشتاك كلام دكاترة. كلام دكاترة. كلام دكاترة. وزارة الصحة طبعا. أكيد. صحيح. أكيد. دكتورة، في بعد بعض الأمور اللي يمكن الناس يمكن ودها تعرف عنها، مثلا شنو معنات كورونا؟ شنو معنات كورونا؟ نوفل اللي أنا عارفة أنها هي رواية. هي دعت الكورونا، سموها على الشيب مالها. كورونا. إيه. كورونا على شكلها. يعني كراون. أوكي. It looks like a crown. كانها تاج؟ كراون، كتاج. حلو. شكلها تحت الميكروسكوب لو تشوفها، وتحت الإلكترون ميكروسكوب شكلها كراون، فعشان يسموها كورونا. كورونا. عندنا إحنا يعني بالفيروسات. والله وناسة ترى الطب عندكم سوالف يعني. عندنا أشياء حلوة. حلو. المهم إن الفيروس هذا إحنا نبي نطمن الناس أكثر. انه هو الحمد لله لحد الحين ما في حالات في دوله الكويت، لكن ما يمنع ان احنا نتخذ السبل الوقائيه على اساس انه ما ينتشر. مثلا غسل اليدين. طبعا قولي لنا شلون نغسل يدينا بطريقه صحيحه
بحيث ان احنا نمنع العدوى؟ اولا قبل لا اقول الطريقه، انا احب اطمن المشاهدين الى الان من تسجيل الحلقه بتاريخ تسجيل هذه الحلقه لا يوجد اي حاله في الكويت، والحمد لله وزاره الصحه متمثله معالي الوزير ومعالي وكيل الصحه ومعالي وكيل مساعد شؤون الصحه العامه، ايضا الوكيل مساعد الرقابه الدوائيه ما قصروا معنا، وفروا الكواشف موجوده في مختبرات الصحه العامه، احنا نفحص الحالات، اي حاله مشتبه فيها تينا دايركت موجودين 24 ساعه نقوم بالفحص، والحمد لله لحد الان لا يوجد اي حاله. لا يوجد اي حاله، يعني لحد الان لا يوجد اي حاله. الحمد لله. الى الان لا يوجد اي حاله مسجله في الكويت من الكورونا. الحمد لله. الطرق الوقايه، اول شيء احنا شو نقول؟ دائما واحنا صغار شو نقول؟ نغسل ايدنا بالماء والصابون. اقل شيء مدة 20 ثانيه. 20 ثانيه. اي نغسل الماء. ترى دائما تقولنا اياها دكتوره نور. اي لازم هذه طريقه الغسل الصحيحه، ان نغسل مدة 20 ثانيه، اذا لم يتوفر الصابون ممكن نستخدم شنو؟ الكحول. الكحول متوفر الحين بكل مكان، نقدر نغسل ايدنا بين التنقلات او بين لمس الاسطح، لمس الابواب، نحط ايدنا شنو نعقمه فيه؟ الكحول. دائما نتبع اداب العطس والسعال. الاتيكيت. الاتيكيت. ان شنو الطريقه الصحيحه فعلا مثل ما سويت. فعلا لا انت كاتب مو دكتور، لا انت فعلا الله يعزك. عارف الطرق الصحيحه فعلا، نحط الذراع على ما نحط ايدنا، ليش ما نحط الايد اثناء العطس والسعال حتى لا انقل الفيروس على الاسطح والمسكات البيبان. حلو. فشنو احط دائما الذراع في حاله العطس او السعال، دائما ننظف الاسطح على طول، عندنا اسطح في البيت ننظفها، طبعا احنا على طول عندنا كل انواع المنظفات الحمد لله، خاصه الاجهزه، اجهزه الاطفال يعني الصراحه الشاشات ما يعتنون بالضبط. فيها لازم ننظفها بالضبط، فدائما نعتني بهذه النظافه، يعني نتبع قواعد النظافه فقط تحمينا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. نلبس ماسكات ولا لا؟ لحد الان ما في حالات في الكويت. ما نلبس ماسكات لا نسوي رعب. حلو. زين، في ناس يونج دكتوره يكونون وسواسين زياده عن اللزوم. طبعا انا واحد او سي دي طبعًا. لازم ويت وايبس، لازم وايبات معقمه، لازم هذا، هل ازيد من فرط استخدام هذه الاشياء لا. ولا تم على ما انا عليه؟ ما انت عليك، دائما احنا عندنا نقول المناديل المرطبه او الويت وايبس نسميها، الكحول المعقم دائما نخليه بجنطتنا، سانيتايزر هالاشياء، سانيتايزر ليش؟ هذا اصلا هذا احنا روتين عندنا، اتوقع كل الكويتيين عندهم صحيح. وكل الناس اللي موجودين على الكويت يشترونها بالجمعيات متوفره صحيح. كلنا عندنا هذا الشيء متوفر، لكن لو ودنا صدق يلتزمون بالاتيكيت بالضبط، الخاص حق العطس والسعال بالضبط. غير كذي ان زياره المريض بالضبط، هذه كنت بقول لك عنها، ان الاشخاص يتجنبون في هذه الفتره، او احنا ليش نقول هذه الفتره؟ احنا دائما ننصح بعدم ان ما نزور الناس المرضى دائما، ليش؟ اولا عشان المريض ما ينقل لي عدوته، حتى انا كشخص ما يكون فيني فيروس، ممكن المريض يكون عنده مناعه قليله انقل انا ايضا مرض، فدائما نحاول هالفتره نقلل زيارات للمرضى، عدم احتكاك بالمرضى، ترك مسافه بيني وبين الاشخاص، مترين، مترين تقريبا، اي نحط هذه المسافه، خلينا نقول متر عشان ما يزعل، هي متر، ممكن تسوي مترين، متر ونص لمترين نخليها، مشكلة التقبيل وعندك السلام والمصافحة اليدين بالضبط، هم هذه لازم ينتبهون منها، نقلل منها هذه الفترة منها. احسن ان احنا مو عارفين لحد الان طرق انتشار المرض ولا عارفين هو شنو طبيعته، الى حد ما نعرف ان شاء الله، وان شاء الله انا متوقع خلال الايام القادمة راح يكون يعني يتوفر علاج في كلينيكال ترايلز قاعد تصير على علاج لهذا الفيروس، متوقعين على الايام القادمة ان شاء الله تظهر علاج ان شاء الله باذن الله. دكتوره قبل ان اختم السيجمنت الاول معك، انا بسالك سؤال عشان نطمن المشاهدين، واحنا دائما نقول اخذوا الكلام من الدكاتره. دكتوره ساره القبندي، مختبرات الصحه العامه انتم على اتم الجاهزيه والاستعداد لا سمح الله لاستقبال هذا المرض واحتوائه؟ انا توني جاي من المختبر. حلو. عشان نكون يعطيكم العافيه. الحمد لله احنا عندنا فريق فني متواجد لمده 24 ساعه، هذا الفريق متكون من فنيين متخصصين متدربين، انا معاهم على طول من المختبر، في تواصل جدا 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 متعاون مع اطباء المستشفيات واطباء الصحه الوقائيه، نتعامل معاهم دايركت في حال حدوث اي اشتباه لتوصيل العينه للمختبر، دائما احنا متواجدين ان شاء الله، والكواشف موجوده وبكميات كبيره. حلو. فان شاء الله نطمن المشاهدين الامور لحد الان بخير، وان شاء الله الله يديم الكويت ويديم علينا الامن والامان والصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين. مشكوره وايد دكتوره ساره القبندي، امتعتينا بهذا الحديث وصدق طمنتينا. اشكركم انا على هاللقاء، صراحه تشرفت اليوم معرفتكم، وان شاء الله لنا لقاءات ثانيه باذن الله. حق واجب باذن الله. الى الان الامور مطمئنه، والى الان الامور ساريه بالشكل الصحيح. فاصل لك بياناته ونرجع نتواصل معاكم مره ثانيه بكلام دكاتره، خليكم معنا. ما
مساكم الله بالخير. في كثير من الأمراض الفيروسية ممكن تصيب الأطفال والكبار بسبب إهمالنا في بعض التطعيمات. اليوم راح نتعرف مع الدكتورة مريم براك. مساك الله بالخير دكتورة. مساك الله بالنور دكتور. تفضل. عرفينا عن نفسك دكتورة. دكتورة مريم براك، خريجة جامعة 6 أكتوبر 2013، بكالوريوس طب وجراحة، والحين في البورد الكويتي لطب الأطفال في السنة الرابعة. دكتورة خلنا نتعرف على الأمراض المعدية وخاصة في فترة الشتاء الحين، ومثل ما أنت عارفة بعد الكورونا والفيروس هذا المعدي القاتل اللي يصورونه لنا. شوف، هو حاليا لم تثبت حالة من فيروس الكورونا في الكويت، لم يتم الإعلان عن أي حالة كورونا من هالفيروس. حلو. يعني ولكن في فيروسات كثيرة تنتشر في الشتاء، فيروسات خاصة بالجهاز التنفسي، بالجهاز الهضمي، وغيرها من الأجهزة. صح. إنزين دكتورة، سمعنا قبل فترة عن جنون البقر، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، الحين جايتنا هبة جديدة أو فيروس جديد والناس متخوفة منها اللي هو الكورونا. الكورونا أكيد. شنو أعراضها؟ أعراضها مثل الإنفلونزا العادية، مثل الكحة، ارتفاع في درجة الحرارة، العطس، الراني نوز. حلو. أوكي. القي أو لا سمح الله الفوميتينج، الترجيع أو تكرم الإسهال، أو ممكن ضيجة نفس أو كحة أو الالتهاب، ممكن في حالات متقدمة تؤدي إلى الالتهاب الرئوي. إنزين، أي أكثر خطورة على الكبار ولا على الصغار؟ يعتمد. اوكي. يعتمد على عده اشياء. للصغار نقول للصغار في العمر الصغير جدا تكون لسه مناعتهم للحين ما تكونت، مو في طور للحين في طور النمو، واجسامهم تكون ضعيفه انها اساسا تكافح هالالتهابات الشديده. الكبار تتراوح، الفئه الكبيره بالسن هم نفس الشيء، هم مناعتهم منخفضه. في اطفال تحت ادويه معينه او مثل الكيماوي اسم الله عليكم، او المنعة، او المثبطات المناعه، او الكورتيزون وغيره. الكبار بالسن، الكبار هم ايضا لهم في ريسك على الفئه العمريه هذه، لان هم يكون جهاز مناعتهم هم قليل. إنزين دكتورة، شلون نقدر نقي أنفسنا أو إنه يعني مثلاً قلل مضاعفات هالفيروسات هذه من الصغر، يعني من الأطفال؟ هل التطعيمات لها دور؟ أكيد طبعاً، التطعيم وقاية. حلو. وقاية. التطعيم يحمينا من الفيروسات المنتشرة. يمكن في بعض من الفيروسات مو منتشرة عندنا حالياً أو لم يسمع حالات فيها في الزمن هذا بسبب طبعا التطعيمات. يعني تنصحين بالتطعيمات خاصه للاطفال والكبار؟ طبعا انا طبيبه اطفال وانصح اكيد بالتطعيم. يعني اذا طلع تطعيم حق الكورونا تشجعين؟ أكيد. ان الناس ياخذونه؟ طبعا احنا كلنا خايفين من شنو؟ ان ما في لقاح او ما في تطعيم لهذا المرض. بس في معلومه جديده كأنهم واصلين الابحاث النهائيه. هذا اللي اخر شيء سمعته. صحيح. هل هو اكيد؟ ما اعرف للامانه، ولكن ان شاء الله اكيد في طور التقدم، مثل ما طلعنا لقاح او دواء للانفلونزا H1N1. ان شاء الله ان شاء الله راح يتم. حلوين يا دكتوره. لقاح جديد. الوقايه طبعا، كلمينا عن الوقايه شوي، شلون اقي نفسي وعيالي والمجتمع اللي حولي من هالمرض هذا؟ شلون اقي نفسي من المرض هذا او غيره من الفيروسات؟ المرض هذا خلينا نبدا بالكورونا فيروس. نعلمهم من البيت، من المدرسه، من اي مكان، اذا خلص لعب مثلا بالتراب او باي شيء، يغسل ايدينه لمده لا تقل نفس ما قلت لك عن 20 ثانيه بالماء والصابون، بعد او قبل او بعد الاكل او بعد اللعب. شو اسمه، نتجنب مخالطه حتى الـ 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 الاشخاص المشتبه في اصابتهم، او عندهم كحه مثلا شديده او حراره، هم نتجنب مخالطتهم. اذا في شخص تعبان نحاول ان احنا ما نسلم عليه في اتصال مباشر، يعني يكون يعني من بعيد السلام عليكم كافي إذا تعبان. أكيد هذا طفل بالنهاية، يعني إحنا اللي نلاحظها بالمستشفيات نفضل هم الزيارة تقل، في إذا في طفل مصاب هم نقلل الزيارات على المريض عشان نبعد إن ننقل البكتيريا والفيروس برا. طبعا أنت راح تحمي وتحميهم، تحمي الإنسان المريض وتحمي الناس اللي برا. حلو. غيره من طرق الوقاية هي لو تلاحظ إن إحنا دائما أطفالنا يشاركون الألعاب أو في بالمجمعات في ألعاب معينة، فيفضل أنها تكون يتم غسلها دورياً
سواء العاب في البيت او العاب في الزوارات او شيء يفضل ان غسلها دوريا او من تنظيف الاسطح اللي يتكرر ملامستها. يعني احنا الحين قاعد نلمس الطاوله هذه يعني طبعًا لازم نغسل. طبعا انت في مستشفى بعدها. اكيد طبعا في مو بس تغسل فيها نفس الشيء الكحول اذا تقدر اذا تبي بعد صحيح. شوي ان شاء الله صحيح فيهم تقدر تلبس الماسك يعني إذا أنا اشتبهت في مريض أو مثلا أنت زاير أحد أو شايف أحد بالزوارة أو شيء تعبان هم الماسك إذا أنت كنت تعبان تلبس ماسك تحميهم وتحمي نفسك وتحمي نفسك بالضبط. كل الشكر لك دكتورة ومشكورة وإحنا جايينك بوقت خفارتك ومستلمة من الحين إلى باكر الظهر مستلمة من الصبح من الصبح إلى باكر الظهر يعني يوم ونص تقريبا بلعب. يعطيها العافية دكتورة مريم براك الله يعافيك يا رب دكتور شرفني وجودكم صراحة الله يسلمك مشكورين ما قصرتوا كل الشكر للدكتورة مريم براك وهي موجودة بالمستشفى وقاعدة بالخفارة عشان شنو؟ عشان تشوف عيالنا وعيالكم أتمنى لكم كل خير. الفيروس هو عامل أو مسبب للأمراض لا نستطيع أن احنا نسميه كائن حي لأنه ما يقدر يتكاثر لا يقدر أن يقوم بأي عملية بيولوجية إلا إذا كان في داخل جسد المضيف أو العائل. من هو العائل؟ طبعاً العائل يا أنه يكون كائن حي أو أنه يكون بكتيريا. الكائن الحي طبعاً راح تندرج تحته الإنسان الحيوان والنباتات. لما يدخل هذا الفيروس داخل جسم الإنسان يسيطر ويستقل كل الدي ان اي بروتينز كل الأمينو أسيدز اللي موجودة في داخل الجسم علشان يبلشون يصنعون له البروتينز الخاصة فيه. تخيل أن جسمك كله البروتينات ملوتة كلها قاعد تشتغل علشان تصنع بروتينات حق هذا الفيروس وهني يقدر يتمكن الفيروس من جسم الإنسان وينتشر. شلون ينتقل الفيروس من الكائنات الحية إلى الإنسان؟ طبعاً ممكن أن ينتقل بطريقتين إما أن الإنسان يتناول البروتينات أو اللحوم اللي تكون مصابة في هذا الفيروس أو عن طريق الحشرات طبعاً الحشرات يكون في داخل جسمها الفيروس وتنقله إلى جسم الإنسان هذول هم الطريقتين الوحيدين اللي ممكن ينتقل فيهم الفيروس إلى جسم الإنسان طبعا هذا اللي صار مع الفيروس اللي اطلقت عليه منظمه الصحه العالميه نوفل كورونا فيروس 2019 معظم الناس اللي اصابوا في هذا الفيروس كانوا يتغذون على الثعابين والحيوانات البريه اللي كانت تباع في الاسواق المحليه في مدينه في الصين الكثير من وسائل الإعلام والباحثين قالوا إن ما يصير أو غير المعتاد إنه ينتقل الفيروس إلى جسم الإنسان ولكن هذه الطريقة ممكن إنها تصير في طريقتين مهمين أول طريقة اللي هي عن طريق التحور شنو يسوي؟ يغير من شكله الخارجي بحيث إنه هو يقدر يتحد مع المستقبلات اللي موجودة على خلايا جسم الإنسان وبالتالي يقدر يدخل جسم الإنسان ويسيطر عليه بالكامل الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الطفرات والطفرات طبعاً تاخذ وقت طويل وتاخذ أعداد كبيرة من الفيروس اليوم في كلام دكاترة الدكتور أحمد المطوع مدير إدارة منع العدوى ورجعنا مرة ثانية معاكم في برنامج كلام دكاترة معنا الدكتور أحمد المطوع مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة دكتور حياك الله معنا منورنا مشرفنا الله يحييك الله يحييك دكتور سالفة الكورونا كذي حاف سالفة الكورونا كورونا هي مشكلة الوقت الحالي حاليا طبعا ظهور الكورونا في الصين أدى إلى هذا الخوف لدى الكثير من الناس مواطنين أو حتى خارج البلاد العالم كله الناس قاعد تتكلم عن كورونا أول شيء أحب أتكلم شنو هي الكورونا حلو كورونا طبعا اسم احنا سامعينه من قبل كذا مرة أيام السارس سمعنا أيام المارس اللي هو الكورونا اللي كانت موجودة بالسعودية ولا زالت في بعض الحالات ساعات منها نعم. هي عائلة كبيرة من الفيروسات عادة تكون بين الحيوانات انتقالها تسبب أمراض مختلفة بين الحيوانات لكن ساعات تغير من جيناتها بحيث أنها تستطيع أن تعدي الإنسان يعني تطلع من حيوان
وتوصل للإنسان. سوي أدابتيشن بجسم الإنسان عشان تأذيه. بالضبط. هي تغير من جيناتها وتصير تقدر تغزو جسم الإنسان. فإذا كانت يعني غزت جسم الإنسان وبعد ذلك تمكنت من انتقال من إنسان إلى إنسان، هنا تبدأ الخطورة. لأن إذا بس من إنسان من حيوان لإنسان مرة واحدة وانتهى خلاص، ما راح تنتقل، هو بس فرد واحد اللي راح يكون مصاب. فالكورونا الحاليا موجودة في الصين اللي بدأت تطلع، تمكنت أنها تنتقل من إنسان إلى آخر. لذلك بدأنا نخاف، بدأت منظمة الصحة العالمية تقول لازم ننتبه، ترى في نوع جديد من الفيروسات اسمه كورونا نوفل الجديد 2019، والخطورة فيه إنه جديد. بما أنه جديد ما عندنا مناعة، جسم الإنسان مو متعرف عليه من قبل، لذلك يكون تأثيره شرس وقوي على جسم الإنسان. حلو. نعم، فتأثيره عالميا شلون راح يكون دكتور؟ التأثير حاليا نعم. قاعدين نحاول إن نخليه كونتيند أو محصور داخل الصين، أو نخليه محصور بداخل بس الناس اللي انعدوا في هذيك الفترة. الصين قاعدة تسوي مجهودات قوية جدا نعم. وقاعدة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية على مدار الساعة بالتوصيات، تطبيق التوصيات، كيفية عزل الحالات، شلون تشخيصهم، كم عدد الحالات، ومتابعة المخالطين لهذه الحالات، إذا كانوا سافروا أو راحوا أي مكان يتبعونهم. فنحاول إن شاء الله أن لحد ما نطلع الفاكسين أو التطعيم المناسب لهالفيروس أن يكون أعداد المصابين فيه أقل. نعم، وبخصوص بالكويت عندنا دكتور، شنو هي الاحترازات اللي إحنا يعني مجهزينها في هذا الموضوع؟ الكويت دائما لما يكون في اي خطر خارجي من اي فيروس او شيء طبي، دائما يكون في مثل خليه نحل تصير داخل الوزاره. فنجتمع قادات الوزاره ونقرر ما هي الوسيله الافضل والمثلى لمكافحه انتشار مثل هذا المرض. حلو. انزين دكتور احمد، لو نسولف عن الاجراءات اللي يفترض انه يقوم فيها الفرد اذا حس انه عنده الاعراض مالت الكورونا، شنو يسوي؟ اولا اقول لكم الحمد لله حاليا ما في ولا حاله كورونا داخل الكويت، الحمد لله. لحد الساعه يعني ما في، لم تشخص اي حاله كورونا. لكن خلينا نتكلم عن عموما حالات الانفلونزا او الفلو او امراض البرد مثل ما قلنا، لان هي الاعراض متشابهه. الكورونا تعطي اعراض التهاب الجهاز التنفسي، يعني كحه، حراره، سعال، عطاس، نفس مجموعة الأعراض هذه. لذلك نقول هي عموما انتقالها تكون نفس الطريقة، طريقة أن في رذاذ قاعد يطلع من الفم أو الأنف ويصاب به الإنسان الآخر، يا أما مباشرة يكون مسافة قريبة بينه وبين المريض، يعني أقل من مترين، أو أن مصافحة اليدين، أو أنه عن طريق الأسطح. يعني أنا أحط إيدي على مكان يكون توه هو كاح أو حاط إيدي عليه المريض المصاب، وتنتقل ينتقل الفيروس هذا عن طريق أني لو أخذت إيدي حكيت عيني أو أكلت شغلة من غير ما أكون مغسل إيدي. فلذلك نقول إذا أنت حاس نفسك مصاب بأعراض الإنفلونزا، إذا ما كان عندك هيستوري أو جاينا من الصين أو من أحد الدول الموبوءة بالكورونا، فقط ان ناخذ راحه. اذا ارتفعت الحراره ممكن نروح الطبيب، ناخذ بعض الادويه اللي تنزل الحراره، نحاول ما نعدي غيرنا. صحيح. لحد ما نتماثل الشفاء. لكن لو كان في اي هيستوري او واحد جاينا من الدول اللي فيها الكورونا، مفروض على تلقائيا انا اروح اراجع، ويفضل ان اكون لاف ويهي يعني من عشان ما اعدي الثانيين. نعم. لو ما عندي ماسك اكون مثلا بالغتره او شيء، وادش على المريض وعلى طول على الدكتور عفوا، واقول له دكتور ترى انا كنت بالبلد الفلانيه توي من كم يوم ويت معي اعراض انفلونزا، فرجاء شو اسوي؟ ودكتور على طاري المطارات والمسافرين، ودنا لو تكلمنا عن غرف العزل والكاميرات الحراريه اللي موجودين في المطار. اي المطار هو اول مدخل ممكن نستقبل منه حالات من برا. عدل. وطبعا اول كانت الحالات في قديما كانت الاسفار مو بهالسرعه، الحين الطيارات يعني الواحد يكون مثلا بلد وياخذ يكون مثلا يومين ثلاثة ايام بهالبلد يروح ياخذ عدوى وينا. نعم. احنا اذا كانت الحاله ظاهره بحيث انه كان في اعراض للانفلونزا مثل جاينا يعني
بحرارة الكاميرات الحرارية راح تصيده. نعم. فراح نحاول نقول له تعال لو سمحت عيادة المنافذ الحدودية الموجودة في المطارات ونفحص المريض وناخذ منه هيستوري كامل ونشوف وين كان وشنو الأعراض عنده، وإذا احتاج حسب الكيس ديفينيشن مالنا إذا احتاج أنه يروح مستشفى نخليه بمستشفى. في أعراض أخرى مثلا نشوفه قاعد يعاطس وايد أو قاعد يكح وايد أو شكله مرهق تعبان، هذه الأشياء بعد تلفت انتباه الناس الموجودين. فهذه بوابتنا الأولى أن على الأقل اللي داشين عندنا وهم مرضى نحاول أن نعزلهم من الأول. حلو. لكن ما يمنع أن يكون الواحد بحالة حضانة يعني للمرض، يعني أنه يكون مصاب لكن لحد الآن ما في أعراض ظهرت عليه. صحيح. هذه المشكلة تكون أسبوعين فترة الاحتضان حاليا إحنا قاعدين نعامله مثل ما كان مثل ما عملنا الميرس كورونا اللي هو قبل اللي كان بالسعوديه موجود. نعم. فقاعدين نقول بما ان من نفس الفصيله من نفس العائله نعتقد انه هو فتره حضانته قد تمتد الى اسبوعين، لكنها يعني حسب ما هم بين اقل من كذي يتشابه في الطبع يعني. اي نعم. هو من نفس الفصيله نفس العائله. ممتاز. زين دكتور خلينا نتكلم عن اجتماع اللجنه العليا مع وزير الصحه والجهود اللي انت وقمتوا فيها عشان نطمن المشاهدين شوي، نقول لهم ان الوضع بخير. شوف لما يكون في مشكلة مثل هذه على نطاق واسع ومنطقة البلد كلها يكون في كذا طرف مفروض يكونون يتفاعلون لتوصيل أهداف الوزارة اللي هي منع انتشار المرض. كانت رؤية معالي الوزير أن نجتمع كلنا مرة واحدة وكل واحد يقول شنو عنده شنو متطلباته، أنا شنو أبي الصحة الوقائية، شنو تبي الصحة العامة، شنو تبي المنافذ إدارة المنافذ الوزارة الداخلية، شنو الوضع اللي عندهم، شلون نقدر نساعدهم. الطيران المدني كذلك كان موجود، مجموعة كبيرة كانت الأطراف اللي نعتقد أن لها دور فعال في تحجيم انتشار مثل هذا المرض أو دخول الكويت كانوا موجودين في هذا الاجتماع. القرارات كانت وايد حلوة، القرار اللي طلع بأن على ضوء الاجتماع هذا متطلبات كل مجموعة من هالقطاعات قالت شنو عندها وشنو المفروض نسوي، وبدايتها كانت اللي هي ان نصيد اي حاله قبل ما تدش الكويت اللي هي الكاميرات الحراريه والعيادات. نعم. والشفتات اللي راح نزيد اعدادها داخل عيادات المطارات. يعني الحمد لله الى الان امورنا في الكويت طيبه الحمد لله ومطمئنه وعندنا يعني الاحتياطات وعندنا الكفاءات اللي يعني طبعا مستعده حق مثل الفيروسات. بالضبط. عندنا الاحتياطات، الوزاره قاعده توفر كل ما تحتاج القطاعات المختلفه لتحجيم هذا المرض وتقليل فرص انتشاره داخل الكويت. حلو. دكتور يمكن احنا ما نحب البروتوكولات الاعلاميه التقليديه، فانا ما نبي نقول لك والله كلمه اخيره ولا غيره ولا كذي، لكن حلقتنا اليوم استثنائيه ونبي نطمن المشاهدين عن طريق يعني الاشياء اللي انتم تمتلكونها كدكاتره كاصحاب سلطه ضليعين في هذا الموضوع. كلمه تحب توجهها للمشاهدين قبل ان نختم اللقاء هذا دكتور؟ والله احب اقول لهم لا تخافون. الوضع لحد الآن منظمة الصحة العالمية ما أعلنت أنه وضع emergency global emergency، يعني مو خطر بالعالم كله، والخطر لا زال فقط في الصين. الكويت وزارة الصحة وفرت كل ما محتاجينه من وسائل لمكافحة انتشار مثل هذا المرض داخل الكويت، من الوسائل الكمامات، الجلوفز، الجاونز. نعم. لكل الناس، الكحول اللي نعقم في ايدينا ونطهر في ايدينا. بالنسبه للسيستم الموجود لو صار في حاله وين تروح، الخطوات لو الحالات زادت شنو راح نسوي. ترى في منظومه قاعد تعمل، الناس ما تدري بهالكلام. صحيح. بس في منظومه قاعد تعمل مستعدين لاي طارئ ان شاء الله. طبعا كل الشكر حق دكتور احمد المطوع مدير اداره منع العدوى في وزاره الصحه على الكلمات الطيبه وعلى الحكايات اللي تطمن، خلونا نقولها بالكويتي. خلونا ننتقل الى فقره تبون الصج مع دكتور دايفر كيو 8 احمد عبد الملك. دكتور احمد عبد الملك ايش عندك وهات ما عندك. كلكم شفتوا صورة المرأة الصينية اللي تأكل الخفاش أو شوربة الخفاش وتحتها تحذير من هذا وباء جديد وفيروس كورونا جديد وراح يقتل 64 مليون، فشنو الحقيقة وشنو الصج من هذا الكلام؟ الصج أن هذا الفيروس هو فيروس جديد صحيح؟
نوع من سلالات عائلة الكورونا، وهي مجموعة من الفيروسات كانت صد فيروسات وحين انضم هذا العضو السابع. الصج ان احنا ما نعرف وايد عن هذا الفيروس، ليش؟ لانه فيروس جديد، يعني قبل شهرين ثلاثة اشهر ما كنا نعلم عنه شيء. هناك نظريتين من اين اتى هذا الفيروس. في نظرية تقول ان نتيجة تطور احد الفيروسات، فيروسات كورونا، وفي نظرية ثانية اللي ممكن تكون ارجح ان هذا الفيروس سوى عملية جمب او سوى عملية قفزة من فصيلة إلى فصيلة. كنا نعرف سابقاً أن السواين فلو انتقل من الخنازير إلى الإنسان، أو مثلاً مرض الـ HIV انتقل من الشواذ الشمبانزي إلى الإنسان كنظرية، وأيضاً السارس ممكن يكون انتقل من الثعالب إلى الإنسان. فالنظرية تقول أنه ممكن جداً هذا الفيروس انتقل من فصيلة من الحيوانات إلى الإنسان، خاصة وأن هذا الفيروس مصدره الصين، وبالتحديد مدينة ووهان الصينية، وبالتحديد سوق لبيع المأكولات البحرية وأيضا لبيع الحيوانات هناك تمت أول إصابة. إنزين، هذا الفيروس نفس ما قلنا هو فيروس جديد، فمنظمة الصحة العالمية لحد الآن لا توجد معلومات دقيقة عنه، فنحن لا نعرف يعني كم هي فترة حضانة هذا الفيروس. فترة الحضانة نعني فيها متى ما الإنسان يصاب بالفيروس ومتى تظهر الأعراض. ممكن تكون أسبوع 10 أيام يكون الإنسان طبيعي من دون أي أعراض، ثم يعني تظهر الأعراض. هذه تسمى فترة الحضانة أو incubation period، هذه مو معلومة. شيء ثاني أو ثالث لازم نعرفه أن هذا الفيروس حد الآن لا يوجد تطعيم ضده. العديد من الفيروسات نفس فيروسات الإنفلونزا في تطعيم ضدها، نفس فيروسات التهاب الكبد الوبائي أيضا في تطعيم ضدها، لكن هذا الفيروس لأنه جديد ماكو أي تطعيم يعني ضده. شنو أعراض هذا الفيروس؟ حالة كشأن الفيروسات، هذه أنواع من الفيروسات، يبدأ بأعراض نزلات البرد، وإحنا نقسمها أعراض علوية وأعراض سفلية. الأعراض العلوية اللي تظهر أشهرها الزكام، الصداع، شوية احتقان وحرارة، وهني غالباً ماكو مشكلة. المشكلة تصير لما تتحول هذه الأعراض إلى أعراض نسميها سفلية في الجهاز التنفسي، إنه يكون في بلغم، وإنه يكون في كحة، وإنه يكون في مشاكل أو قصور بالتنفس. هني تصير المشاكل، وأغلب هذه المشاكل تصير عند ثلاثة فئات. الفئة الأولى صغار السن كلش، نسميهم الرضع من 6 أشهر وتحت، وكبار السن. والفئة الثالثة نسميهم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، نفس مرض السكري، نفس مرض السكر، نفس اللي عندهم أمراض بالكلية، أو أي أحد عنده مشكلة من يعني مشاكل جهاز المناعة. شنو العلاج؟ أيضا للأسف الشديد لا يوجد علاج لهذا الفيروس لأنه فيروس جديد. إنزين، شنو ممكن نسوي؟ أو شنو ممكن يعني شلون ممكن نتفادى إن يعني نحصل هذا الفيروس؟ أول شيء تسوونه إن لا أحد يسافر الصين في هذه الفترة. صراحة منظمة الصحة العالمية مشكورة مع أيضا الصين، تعاملوا مع الموضوع هذا بأكثر شفافية من الفيروسات اللي كانت سابقا تطلع. الأرقام قاعد تطلع دقيقة، وأيضا الصين طبقت نظام الحجر الصحي، ونحن يعني نفترض من كل دولنا أن يتم يعني الرحلات الآتية من الصين يتم مراقبة الواصلين إليها بالمطار عن طريق الأجهزة الحرارية وما شابه. هذا طبعا حق أجهزة الدولة، بس أنت شو تسوي؟ أهم وسيلة للوقاية سواء من فيروس الكورونا الجديد أو الكورونا القديم أو أي من فيروسات البرد، أنك تغسل إيدك. كلنا نغسل إيدنا صح، بس هل نغسل إيدنا بالطريقة الصحيحة؟ وهني يقولون يعني بالكويت هني القمندة ومربط الفرس. لما تحط إيدك بالماء وتك تكتين وصابون، أوكي أنت غسلت نظفت إيدك، بس أنت ما عقمت إيدك من الجراثيم. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وهي أهم وسيلة للوقاية من فيروسات البرد وغيرها، أنك تحط إيدك على الماء، يعني تبلل إيدك، تجيب الصابون، تفرك إيدك وتدلك ما بين الأصابع، وخاصة المناطق هذه لأن هاي مناطق تجمع الفيروسات، مدة 20 إلى 25 ثانية. بهذه الطريقة أنت تضمن أن هذه الفيروسات ما تكون يعني ما تعدي نفسك فيها. هذه طبعاً أنت تعلمها وعلمها أطفالك، سوها في جميع الأوقات، وخاصة قبل تناول الطعام
بعد الخروج من الحمام وبعد ما تكون في أماكن عامة، نفس المطارات، نفس المصاعد، الأسانسير، نفس عربات التسوق. هذه الأشياء المشتركة يفضل أنك تسوي عملية تغسيل إيد بعدها بالطريقة الصحيحة. ثاني شيء، أي أحد مريض يعني لما يصير في عطاس أو يصير في كحة، دائما يعني ننصح إنه يغطي يعني خشمه ويغطي حلجه عشان ما تنتقل الفيروسات. الشيء الثالث، إن إحنا متى نراجع الطبيب؟ طبعا أعراض البرد ما تحتاج مراجعة الطبيب، لكن عند الفئات اللي قلنا لكم عنها، صغار السن، البيبيات 6 أشهر وتحت، كبار السن أو اللي عندهم مشاكل بالمناعة أو أمراض مزمنة، أعراض نفس الزكام وشوية حرارة، هاي تقعد بالبيت تأخذ سوائل. بس من تبدأ تزيد الأعراض، الحرارة تصير عالية أو يصير فيه صعوبات بالتنفس أو كحة أو ضيق تنفس، هذا هو الوقت اللازم لزيارة الطبيب. فخلنا نختصر لكم فيروس الكورونا الجديد. فيروس الكورونا الجديد حتى اسمه يسمونه NCOV 2019، هذا اسمه جديد، انه فيروس جديد، ما عندنا وايد معلومات عنه بصورة عامة. هذا الفيروس موجود فقط في الصين، في مدينة ووهان الصينية. كل الحالات تقريبا هناك، في بضعة حالات سجلت في نيوزيلندا او في امريكا حالة او حالتين. الصين ومنظمة الصحة العالمية يطبقان بنجاح يعني موضوع الحجر الصحي. اللي عليك انك تغسل ايدك عدل، اللي عليك انك تاخذ باسباب السلامه لما تروح الاماكن المشتركه تغسل ايدك، اللي عليك تراقب الاعراض، اذا زادت حدتها عن اعراض الانفلونزا الطبيعيه تراجع فيها الطبيب. اتمنى لكم الصحه والعافيه. والله بخير، اليوم راح اعطيكم نبذه بسيطه عن الوضع عندنا. شيك الشوارع عندنا، شوف الشوارع، اختفوا البشرية، سبحان الله ماكو أحد. طبعا جامعتي أنا هناك، هناك جامعتي على اليسار والمستشفى مقابلها. هذه الجامعة، هناك الفرع الثاني، هذه المخيمات حق التشخيص الأولي. مساكم الله بالخير. من توصيات منظمة الصحة العالمية لتفادي العدوى الفيروسية التنفسية، ضرورة غسل الأيدي باستمرار باستخدام الصابون والماء أو باستخدام المعقم الكحولي، وأرجوكم التزموا بآداب وإتيكيت العطاس والسعال من خلال استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بعد ذلك مع غسل الأيدي. وفي حالة عدم توافر هذه المناديل، ممكن تستخدمون ثانية الذراع، وأرجوكم لا تستخدمون راحة اليد لتغطية الأنف والفم، لأن كذي أنتوا راح تنقلون العدوى بشكل كبير عند ملامستكم للأسطح أو عند ملامسة الأنف والعينين. إذا في أحد مصاب أرجوكم تعدوا عنه، إذا كان مصاب بالإنفلونزا أو البرد لما الله يشافيه إن شاء الله، وقللوا من موضوع المصافحة باليد قدر المستطاع في حدود الضرورة الاجتماعية. الناس اللي يحبون الطباخ، الله الله بالطباخ زين المستوي للحم وللطيور والبيض، واللي عندهم حيوانات أرجو أن تتعاملون مع الحيوانات باستخدام وسائل الوقاية الشخصية. وآخر شيء، أتمنى أن على طول تلتزمون بتعاليم ديننا الحنيف والأحاديث والسنة النبوية الشريفة اللي توصينا على النظافة الشخصية واتقاء الأوبئة والأمراض والاتكال على الله سبحانه وتعالى. أتمنى تكونون استفدتم معاي، وألف سلام عليكم. أرجع أكرر وأقول، أخذوا الحكي من الدكاترة، كلام الدكاترة هو الكلام السليم والقويم 100%. ولا تنسون الوقاية خير من العلاج، حافظوا على نظافة اليدين، لا تنسون لما تغسلون إيدكم لازم على الأقل 20 ثانية. وطبعا الكلام الموثوق ما تاخذونه الا طبعا من الدكاتره، ومن موقع منظمه الصحه العالميه على طول تعطينا افاده في الابديت، او يعني طمنا على انتشار فيروس الكورونا. فنتمنى ان ما نثير الذعر يعني بين الانستغرام
الانستغرام او وسائل التواصل الاجتماعي، فالحمد لله احنا امورنا طيبه الى الان، والوقايه خير من العلاج مثل ما ذكرنا. مثل ما قلنا الوقايه خير من العلاج، واتبعوا الاجراءات الاحترازيه اللي قالوها الدكاتره. وصلنا معاكم الى قفال، مع السلامه. مع السلامه.